كان مزيان، كان رجل مبدع، كان بالفطرة كان سريع البديهة، كان الرجل اللي كتقول ليه كلمة كيجوك بثلاثة الكلمات ولا أربعة، ما كانش سهل. ومحال واش الساحة الفنية تعطي واحد بحال هذاك الرجل، لأنه أنا كنقول ماشي الموت اللي صعيبة، أنه واش كاين الخلاف ديال هذاك الرجل. فالله يرحمه كان موسوعة كبيرة، كان فنان، كان متعاطف مع أي جيل، فأي جيل كتلقاه معاه في أي حد احتاجه أن يدعمه ليعطيه نصيحة كتلقاه معاه، فما كانش كيبخل بالنصائح دياله ولا الدعم دياله. فمدرسة فنية ومدرسة عبد الرؤوف ما يمكنش تعود، ما يتعاودش. هما كاين بزاف المدارس اللي ضاعت، صعيب جدا انها تعود، لانها مدارس كما تيقولوا الفرنسية اينيك خاصين. فالله يرحمه ويوسع عليه، والله يلحقنا عليه مؤمنين. امين. كتلقى الخبر كاي انسان جالي خبر ديال شي حد عزيز فقدو اللي ما غاديش يشوفو باقي، مازال يقول لك واحد راه تحول ولا سافر كتقول غادي يجي ونشوفو، هذا صافي سي فيني. فرمت لك واحد من الجسم ديالك. اولا السلام عليكم. لله ما اعطى وما اخذ. المغرب اليوم ماشي فقد شي واحد يسهل، وانما الا قلنا عبد الرؤوف تنقولوا فنان كبير، اول واحد بدا في الجولات في المغرب، وما كان كيخلي لا دواور لا فيلاجات، لا كان كيطلع لشي بلايص اللي ما فيهم لا ضو لا ما. ديك الساعه كان عبد الرؤوف كلشي كان كيعرفو. عبد الرحيم التونسي الله يرحمه، عزاؤنا واحد، ماشي غير الاسره الصغيره ديالو اللي فقدته، وانما الاسره الفنيه وحتى الشعب المغربي. اش نقول لكم، توعدنا فيه، ولكن هذه سنة الحياة. والله يرحمه ويوسع عليه. كيفاش لقيتي خبر ديال الوفاة مع توالي الإشاعات على الوفاة ديالو؟ واخويا اش نقول لك، الخبر تاع الموت ما كتفاجئنيش، لأن هذه سنة الحياة. غير كيبقى الفرق هو اللي كيبقى شوية الوحش، والفرق هو اللي كيبقى كيضرك. أما الموت غدا وعاوتاني ولا بعد غدا تسمع واحد آخر مات، تسمع اليوم مات ولا أنا مت، عادي داك الشيء. اش نقول لك، غير الفقدان ديال الفقيد هو اللي تيضرك شي شويه. وعبد الرؤوف راه حتى السن تيقولها، لاج حتى هو راه تيقولها، والحمد لله على كل حال، وانا لله وانا اليه راجعون. عزاؤنا واحد في فقدان احد ايقونات واهرامات الكوميديا والفن في المغرب، سنين من العطاء. سي عبد الرحيم التونسي، عبد الرحيم حموده، عبد الرؤوف، اللي أعطى الكثير للفن المغربي حتى أوصله إلى العالمية. عبد الرؤوف الملقب بشارلي شابلان المغرب، بلويد فيناس المغرب، كان كيخطف الضحكة والابتسامة من عند المغاربة. احنا في الخطوات الأولى ديالنا على خشبة المسرح فاش كنبغيو ندير الكوميديا كنا كنديروا عبد الرؤوف، تعلمنا منه الكثير. الأستاذ عبد الرؤوف تلقيت معه تقريبا في سنة 2007 من خلال تيليفيلم مول البشكليط للمخرجة ليلى التريكي، وبعد ذلك كانت لنا لقاءات من بعد في تيليفيلم بلا حدود لنسيم عباسي، وبعد ذلك في الفيلم الطويل ماجد، والفيلم الطويل عمي اللي كانت كمحطة تاريخية في الريبرتوار السينمائي لسي عبد الرحيم التونسي، حيث كرم بمهرجان مراكش في دورة 2017. إن لله وإنا إليه راجعون، كنطلب من جميع المغاربة أنهم يدعوا معه بالرحمة والمغفرة، فهو في أمس الحاجة إليها، فهو بين يدي ربه. اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.